التجمعية عندها برامج عمل على الصعيد الوطني وكتعمل دورات في جميع الجهات، واليوم حنا متواجدين في المنطقة ديال بني ملال، لأن والموضوع ديالنا هو المرأة القروية والحضور ديالها في التنمية. فهاد اللقاءات جد مهمة لأنها كتمكننا باش يكون عندنا عمل بالقرب مع الساكنة ومع النساء ديال كل جهة، ونناقشوا المواضيع اللي كتهم المرأة واللي تهم ايضا التطورات اللي خصنا نخدموا عليها في المستقبل. حنا اليوم اولا يعني فخورين بالتقدم اللي عرفته المراه في هذه 20 سنة السابقه بفضل السياسات المستنيره لصاحب الجلاله اللي منذ الالتلاء اليه العرش، وحنا كنشوفوا التطورات لا من ناحيه ديال القوانين ولا من ناحيه ديال البرامج اللي كانت كتطور التمكين ديال المراه، ولكن في نفس الوقت باقي هناك اكراهات ولا سيما فيما يخص المرأة القروية للمؤشرات ديالها في الولوج إلى التمدرس أو التعليم الثانوي أو في الكليات، أو المؤشرات من ناحية ديال الصحة باقين يعني جد مرتفعين. واليوم كنناقشوا جميع هذه المواضيع مع الساكنة، ولكن عندنا أيضا يقين بأن هذه الأمور غادي تتغير، لأن الحكومة اللي كيترأسها السيد عزيز أخنوش عطات الانطلاقات ديال الأوراش كبرى ولا سيما ديال الإصلاح الصحة وإصلاح التعليم، واللي غادي يجيو يعني ببرامج مهمة منها البنية التحتية اللي غادي تحسن في العالم القروي باش يكون القرب ديال المدرسة للساكنة، باش ما يبقاش عندنا هذا الهدر المدرسي ديال الساكنة، باش يكونوا أيضا مستوصفات وبنايات مستشفية في جميع الجهات واللي غادي تحسن الولوج إلى الصحة. وفي هذه المناسبة بغيت نهني الحكومة على المشروع الكبير ديال التغطية الصحية، واللي هو مشروع ملكي واللي الحمد لله في الطريق الصحيح ديال التنزيل ديالو، واللي غادي يمكن باش يحسن التغطية ديال الملايين ديال المغاربة في المستقبل. السلام عليكم، دكتورة ليلى رئيسة ديال منظمة الصحة ديال الجهة ديال الخلفة. حنايا اليوم حضرنا لهذا المنتدى باش نشوفوا المعاناة ديال المرأة القروية. شفنا المعاناة ديالها على الصعيد الصحي، على الصعيد ديال الاشتغال، ديال الخدمة، ديال الشغل، ديال الحرب اللي حاربت باش توصل هاد المراه باش تدير الجمعيات ديالها، دير الجمعيات ودير التعاونيات ديالها وتوصل وتفرض الوجود ديالها. احنا بدورنا مسؤولين على الصحه بغينا نوصلوا هاد المراه حتى على الصعيد الصحي، بغينا نعاونوها باش المراه القرويه كنعرفوا كتعاني بزاف ديال لي زانفيكسيون، تلقاو فاش كنديروا القوافل الطبيه باغ اكزومبل كنلقاو لي زانفيكسيون بزاف، كنلقاو شي امراض اللي مسكينه مشغوله بخدمه اخرى ما تتساليش باش تشوف الصحه ديالها، باش هذا حنا هنا باش نديروا هاد باش نديروا دي كارافان ونقربوا لهاد الناس ونوصلوا لهم كاع داكشي اللي بعيد، ساشون كو بعيد عليهم مرافق صحيه، كيلقاو مشكله في الترونسبور باش يجيو للمدينه يتبلاصاو على حساب التداوي والتطبيب. دونك هذا هو البرنامج اللي غادي يكون ان شاء الله في هذا البرد، غادي نحاولوا باش نقوموا بلو ماكسيموم ديال لي زاكتيفيتي اللي نقدروا نعاونوا بهم هاد الناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.